ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة ببلاد الري. اليوم عندنا نزال بين بلابل، فريق نادي البلابل اللي أكيد كلكم تعرفوهم، راح يلعبوا ضد بلابل الجيل القديم، أول بلابل نزلوا في أول جزء ببلاد. طبعا إذا في كمية قليلة من المتابعين عم بيحضروني هلأ وشافوا هدول البلابل على التلفزيون أيام ما كانوا صغار على سبيستون، فهم أكيد هلأ عمرهم أكيد مليون بالمية فوق ال 18 سنة نوعا ما. فيلا نبلش نزال اليوم. وطبعا رح ننزل البلابل حسب الشخصيات، يعني الشخصية رئيسية ضد رئيسية، تاني رئيسية ضد تاني رئيسية، مش حسب الألوان. ويلا نبلش. فالجولة الأولى شهاب الشجاع المنتصر الشخصية الرئيسية رح تلعب ضد البلبل برق، واللي هو الشخصية الرئيسية للاعب منصور، بلبل هجومي دوران يساري. يلا نبلش. فالجولة الأولى 3 2 1 جو شوت جو شوت. نقطة لبلبل ورد. مين ورد؟ برق. اوكي طبعا بلابل الجيل القديم كلها معكزة تعكيز وحالتها حالة، فبدنا نستحملهم شوي. شجاع المنتصر اقضي عليه. نقطة لشجاع المنتصر. بتوقع النتيجة صارت 2-1. البيرس طبعا ما راح نحسبه لانه الجيل القديم ما بنعمل له بيرس، فغير عدل. شجاع بلبل برق تفكك تفكيك. بلابل الجيل القديم ما بتنفك، بس بلبل برق صار شرائح مرتدلة بعد النزال. خبطة واحدة وتزحلق شجاع المنتصر. اوكي شجاع بيرس فينش. صراحة انا ما عم بحسب النتيجة، فراح اعمل كمان كم من جولة والمفروض ان انتم تكونوا عم تحسبوا النتيجة. شجاع برق انزل لو سمحت، ما نزلش. طب لحظة نشوف بيقدر يكمل يفوز. لا طبعا هو في له جناح مكسور يعني عشان ما تستغربوا. يلا ورد. برق. كلهم ثلاث احرف البلولين. لحظة لاحظت شغلة، برق ورد نمر كلهم ثلاث احرف البلابل الجيل القديم، كانوا يختاروا اسماء سهلة. وكمان جولتين ويخلونا نكمل للبلبل اللي بعد ننتقل. الشجاع طير له الشعار تبعه، بدي احاول اقيمه. اوكي هلا البلابل الجيل القديم لها زي هيك قطعتين، في اشياء لهم قطعتين، في اشياء لهم قطعة واحدة. شعار بلاستيك نفسه البلبل، بعدين فوق قطع شفاف. وشكل الفائز هو الشجاع المنتصر. رح نعمل كمان جولة واحدة تأكيدية. يلا برق انتقم. اوكي ما خبط حدا، والشجاع المنتصر هو الفائز. اما في الجولة الثانية عندنا بلبل اللهيب المستعر، بلبل المزدوج للاعب ماهر، رح ينافس للاعب علاء بلبل الصقر الاحمر. بتوقع انه هاد بلبل مزدوج كمان، كان في له قطعة هيك حديدة بتتغير تحت تطلع بتنزل، بس انكسرت حديدة فما ضلش غير عندنا قطع بلاستيك. فانه بس على فكرة هدول البلابل عن جد متشابهين بشكل مو طبيعي، هيك الشخصيتين، الشخصية الفايعة الكول وتاني شخصية رئيسية، ويعني بهالمعنى فكتير متقاربين من بعض. الجولة الأولى اللهيب الأحمر. اوكي ما راح احسبها لأن الصقر الأحمر شوي بنزل فوق البلابل. عين الصقر واللهيب. اوكي مين فكركم راح يفوز؟ بتوقع الصقر انا يقدر يتفوق على اللهيب بتوقع. طبعا اذا عجبك هالفيديو انزل بسرعة حط لايك واشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان تكون اول واحد بيحضر الفيديوهات الجديدة بس تنزل. اوكي 1-0 للهيب. الجولة الثانية اللهيب انطلق دعاء نحو المستحيل. هاي جزء من اغنية الجزء الاول. صقر احمر. الصقر الاحمر انزل. اوكي زي ما حكيت لكم بلابل الجيل القديم معكزة ويعني مختيرة من الاخر. على فكرة اللاير الصقر الاحمر تقدر تعمل بيرست للهيب لو صار في تصادم مباشر، لانه اللاير نفس الطول.
اما بلبل برق فكان يخبط بحديدة الشجاع اقصر من الشجاع المنتصر. ونقطة للهيب. واللهيب عم بتميز بازدواجه والدوران على المطاط. وهلا بهدا برجع بلبل مسكين لطيف هادي خبيث من تحت لتحت. الصخر الاحمر يلا اعمل بيرست. ضربة واحدة اعمل بيرست للهيب المستعر. الصخر الاحمر لا ترحم اللهيب. يلا على اهزم ماهر. انا بحب اللهيب المستعر اكتر كتير. بس يعني معك امل تعمل بيرست. اوكي اللهيب يلا. اوكي الحلبة بعد سوري الجولة بعدها بتكون جنونية. لهيب ابهرنا بسرعتك. يلا صخر. بضرب وحدة بيعمل بيرس عين الصقر. سوري مين عين الصقر؟ بلبل الصقر الاحمر ليا تبعته هجومية بشكل شرس. على فكرة بلابل الجيل القديم تكارا تومي ابدا ما كانت بتمزح لما شو اسمه تعملهم. يعني هاد دوران يميني وهجومي بخبط هيك يعني بفتفت. تخيلوا كان دوران يساري بشرح بخزق حيطان. بس هذا البلبل هو اصلا دوران يساري يعني شوفوا الشرس بشكل احاد. على فكره خطر يعني ممكن ياذي. فانه هاد دوران يساري بخبطك هيك عن جد بيوجع. فعشان هيك معظم البلابل الجديده دائما بتكون عكس الاتجاه. مثلا تنين المدمر اتجاه اجنحته الحاد مثلا لهي الطريقه بس هو فعليا بدور لليمين. مين كمان؟ الشجاع المنتصر بدور لليمين. لو بدهم يسووه شيء يساري بكسر تكسير بوجع. مثلا المنجل الجارح عملوه من دوران من المناطق الحاده بس عملوها كتير رفيعه عشان ما تكون بارزه كتير وتكون خطره كتير. فعشان هيك المنجل الجارح لير قويه لانه عاملين اتجاه الدوران تبعه مع اتجاه المناطق الحاده. أو الصخر الأحمر لهيب. نزال الأجيال. اوكي درايفر المطاط عم بيحاول يرد الهجمات ويبعد عنها بطريقة غير مباشرة ولكن عين الصقر الصقر الأحمر هو الفائز. أما هلأ خفاش النار سفيان وقدرته على الاحتمال ضد بلبل نمر. صراحة مش عارف شو أحكي لكم. هاد بلبل دفاعي ولا هجومي ولا إيش؟ من تحت بتحسوه هجومي بشكل لطيف بس هو فعليا بدور كبلبل قدرة على الاحتمال مزدوج. ما بعرف تحسوه تخبيصك من كل اشي بس كويس. خفاش النار نمر. يلا شوف هلا نمر كان هجومي هلا فجأة برجع قدرة على الاحتمال او هيك غريب. بس حبيت طريقته يعني بهجم وبلف فترة طويلة. اها شفته. وعلى فكرة كمان معلومة مش بتعرف انه في بيباتل بيرس تاكارا تومي رجعت عادة انتاج بلابل الجيل القديم الشخصيات الرئيسية هدول اللي عندي اياهم انا وكمان تطورهم وكمان تطور الهم. فالمهم ورد والصقر الاحمر كانوا ضعاف بس لما عملوا شو اسمه اللحظة بس المهم لما رجعوا عملوا نسخة نمر بلبل نمر رجعوا عملوا نسخة بالبيرس كانوا من اقوى اللايرز بوقتها. بس طبعا اكيد نزلت بلابل تاني اقوى فهلأ بطل اقوى اشي بس كان من اقوى اللايرز وهو بالجيل القديم اصلا من اقوى البلابل كمان. لحظة ايش اسم ري؟ اسم اللاعب ري صح صاحب بلبل نمر. خفاش النار اصمت. اوكي اذا حابين تشوفوا وجهي ضيفوني على سناب شات وانستغرام وتيك توك. اللينكس بالديسكريبشن بوكس. الروابط كلها في صندوق الوصف فلازم تضيفوني عليهم بعد هالفيديو. نقطة لخفاش النار. في بيرس لخفاش. اوه شوفوا لحظة حديدة خفاش النار رسالة راكزة على الدرايفر مستقيم. هلا وقعت شفتوها بالزاوية. خفاش النار.
اوكي، فمين برايكم راح يكون اقوى، بلابل الجيل الاول، اول جيل بلابل الجيل القديم بلاستيكي الجزء الاول، ولا اخر جيل البلابل هو جيل البيرس، جيل تفكك البلابل؟ نزال هجومي هلا صار، ولسه ما لحق خفاش النار ينجن. خفاش النار اثبت له انك ملك القدره على الاحتمال. ايوه تجنب الضربات واستمر في الدوران لاخر النزال. اوكي بدي احكي اسماء بعض المتابعين بعد هالجوله ولا نبلش؟ اوكي، محمد كرم وبرهات طياره ومحمد اند جيمز واحمد شوابكه واصيل الخطيب وسيف المهيرات وشهاب حيدون وحسين ومنير والياس واحمد فتحي وزياد وصلاح الحمدي. يلا نكمل. اوكي وهلا كمان ومحمد كعزاب ومازن الخادم وكرم وعبد الرحمن شوقي وراما والايوبي واحمد رحال وغيث صلاح وحسين عوض وسلطان عبده وموسى وكريم واحمد موسى واسطوره عرب بيبليد ويوسف الشافعي وعمر ايوب صبري ريان فراس عبد الله هاشم ابلن ديد زد عادل القاضي قصي مطر حارس تيوب مهدي مها سليم تامر حسن جيمينج حارس تيوب جيمينج سوري هذا وحسين الموسوي وفاتن محمود زيني واحمد حمدي محمد ومعاذ واحمد معدل وحمودي وحمودي ومجدي وقناه العاب بي بطل محمد مسعد وجراح كف وسام ومحمد يزن حمزه وعبد الله سامي وعمر. بعتذر اذا لفظت بعض الاسماء غلط بس في اسماء انا اول مره بسمع فيها وبعتذر جدا. بس شكرا لكل المتابعين وانا بختار اسماء دائما بشكل عشوائي عشان ما حد يزعل لانه بقدرش احط كل الاسماء، فلسه في كمان ورد اسماء تانية بس بالفيديوهات الجاي. وبعرف اني متاخر، هدول الاسماء انا كتبتهم قبل اسبوعين وهذا الفيديو راح ينزل كمان بعد اسبوع، فيعني تخيلوا قديش انا بسبب ضغط الامتحانات بقدرش انزل فيديوهات بشكل فريش، بضطر اسوي فيديوهات من زمان وانزلهم. يعني ما بنزل فيديو طوالي، بصور فيديو بنزله، لا بصور فيديو بعد فتره بنزله. اوكي اخر جوله خفاش النار اثبت لنا قوتك فريني اياها. يلا راح ياكل بيرس، راح ياكل بيرس. خفاش لا تنفك، ما تنفك. اما هلا عندنا بلبل التنين المدمر البلبل الدفاعي للاعب مجدي راح يلعب ضد ورد البلبل الدفاعي للاعب حيان مع كرات حديديه وهو جد البرق الصاعق. ونعم راح اعمل نزال بينه وبين البرق الصاعق فعشان نشوف مين اقوى الجد ولا حفيده. ف ايش كنت احكي؟ مفروض انه ما يكون التنين المدمر يلعب ضد هذا، مفروض الكلب المتوحش لانه الكلب المتوحش شخصيه اهم شوي من التنين المدمر ودفاعي ولونه اخضر مثل هذا، بس لانه نحن بفريق نادي البلابل فنقدرش ندخل الكلب المتوحش لانه زيدون سافر على بلده ابصر مين بالانمي. اوكي فانا صراحه متشوق اعرف مين راح يفوز. ورد المدمر. اوكي في ستيكر طارت من اول الجوله الله يستر، ستيكرتين واحده بالحلبه واحده برا. تعرفوا شغله بلابل الجيل القديم عم تصدي، افرجيكم شغله لحظه. هاد جهاز اطلاق بلبل ورد تاني فتحته قبل شوي عشان النزال، البرغي مصدي وهذا الورد الجديد اللي فتحته كمان شوفوا البرغي تبعه مصدي، فانه انا فتحت ورد جديد عشان اخذ اللاير تبعته وابدلها بدال واحد قديم لانه هذا شوفوا اللاير هاي كيف، بتعرف شو صار؟ بالغلط ساحت، ما كنت منتبه انه في صوبه جنب البلبل فالبلبل ساح، فعشان هيك اضطريت افتح واحد تاني لنعمل النزال. فالمفروض انه ما يصدوا لانهم اصليه ولكن ما بعرف، زي ما حكيت بفتحوا على بلابل الجيل القديم انه نيو بوي مسوي بعض الاشياء، فاذا بتشوف هذيك الفيديوهات تعرفوا ممكن الاسباب. شوفوا كيف مثل الوان القوس قزح بلبل ورد بلمع. اوه احلى بيرست ورد. مرة ثانية ورد راح يعمل بيرست تنين مدمر صح؟
اوه نقطة للتنين المدمر. اوه كمان بيرست. وكمان حاب احكي اول اكمل اسم الورقة الجديدة، يوسف قاسم وهادي من سوريا ومهدي وبيبلادر عبد الله وكيرلس وكارلس وفيصل وسمع الحبوبة وآدم من مصر وإيدو جيمز وبودي محمد وأحمد أحمد من سوريا وهاشم من الأردن. وبقية الأسماء للحلقة الجاية. وأحمد أحمد من سوريا إذا ما حكيته لأنه شوي أنا خطي كتير مش مرتب فبلخبط بالقراءة. شوف اللمعان بيني عندكم، مفروض تبين عندكم صح؟ كيه كمان شوف إذا بنطلعه أقوى مفروض أن ينزل. شفته؟ هو أنا مو خطي يعني أنا خطي مرتب ماشي حاله، مو كتير مرتب بس أوكي. بس العشوائية بتصير لما أكتب أسماء أول مرة كله بكون مرتب عادي، بعدين لما أضطر أضيف أسماء بضطر أتحش جوا الورقة لأنه أنا لسه مش مصور وحكيت أسماء قبل أوكي فاعذرونا. ومرة تانية المساعدة الصوتية الجوجل أسيستنت طلعت وخربت الفيديو، شكرا إلها. وكمان بيرست. والنزال اللي بعد راح يكون بين البلبل النمر والمنجل الجارح متشابهين في الاربع اجنحة الهجومية تبعتهم. فعندنا هون المنجل الجارح للاعب دامر الهجومي ضد البلبل النمر اللي هو تطور بلبل النمر الثائر، فهي تطوره اللي هو اقوى منه بتميز باربع اجنحة هجومية دوران يميني طبعا. فحنشوف كيف راح ينازل المنجل، كلهم لهم اربع اجنحة هجومية، اربع اجنحة هجومية شرسة مع اتجاه الدوران. فالجولة الاولى اوكي الله يستر. ضربة واحدة طير المنجل. انزل لا تأخر بالنزول. ايش اوكي ستيكرز اللي وقعت اوكي كويس، فكرت ايش انكسر. وفي شيء انكسر فتفوتة بس مش عارف من ايش. فتفوتة حديد شكلها صار. فتفوتة حديد من بلبل الجيل القديم للأسف. اوكي. ضربة واحدة مسكين المنجل جارح. طب بجرب اطلع المنجل كمان مرة اشوف بصمد ولا ايش بصير. اوكي اوه هذا طار. طب يلا كمان جولة مش محسوبة. طبعا اذا عجبك هالفيديو لا تنسى تنزل بسرعة تحط لايك تشترك بالقناة وبعد الاشتراك فعل الجرس عشان تكون اول واحد تحضر فيديوهات جديدة بس تنزل. اوه وننزل بطرف اللير الفازل. البلابل الجيل القديم صراحة هي أقوى من بلابل البيرست طبعا من ناحية أول جيل، يعني تجيبوا ولبل جي تي ضدهم لا أكيد يعني بتوقع الجي تي يفوزوا، بس لا برضو في تطورات لبلابل الجيل القديم قوية كتير فيعني نسبة وتناسب ممكن كل جيل بقوى هاد بقوى هاد بقوى هاد.
فاوكي ممكن نحكي انه هدول البلابل الاربعه كانوا خسروا اوكي. هدول البلابل الاربعه للاسف خسروا، كانوا يقدروا يفوزوا ببعض الجولات ولكن خسروا بمعظم الجولات. في فتافيت بالحلبة، نعم هدول فتافيت بلاستيك وحديد مفتفت من بلابل الجيل القديم. فهدول البلابل هزموهم هدول البلابل، تخيلوا بلابل الجيل القديم فازت البلابل الجديدة. أما شجاع المنتصر هو الوحيد اللي قدر يتغلب على برق. ف شوفوا بلابل الجيل القديم، فصراحة بلابل الجيل القديم هي تعتبر بلابل بيرست ولكن ما بتنفك نوعا ما. فأصلا لما عملوا بيبلد بيرست ما عملوه تشبها او تشبيها بالجزء الاول، فانه عملوا نفس البلابل انه بلاستيك من فوق عشان اوكي صوتي راح، عشان لما يعملوا اول قطعه للبلبه من فوق بلاستيك بهالحاله بيقدروا يضيفوا الوان اكثر وتفاصيل اكثر واشكال اكثر. لانه لو كان مثل بلابل المعركه الحديديه تذكروا الحديد انه معظم الحدايد نوعا ما متشابهة، بلابل البيرس والجيل القديم بيقدروا يعملوا منها أشكال كتير وألوان كتير وتفاصيل كتيرة في البلبل. فعشان هيك بعد الجيل القديم عملوا معركة حدية، بعدين رجعوا لنفس فلسفة التصميم تبعت الجزء الأول أو لغة التصميم نوعا ما. فإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. إذا مش مشترك اشترك بالقناة، فعل جرس التنبيهات، حط لايك على هالفيديو وضيفني على سناب شات انستغرام تيك توك، وبس بشوفكم الفيديو الجاي. بحبكم كتير والسلام، وراح اعمل نزال بين بلبل الورد والبرق الصاعقه.